ديال يدك. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. سنخليكم مع سيدة اللي كتقول على أنها تعرضت للنصب والاحتيال مبلغ 7,140,160 ريال، أي اللي هو مبلغ مهم. قالت أنها دفعته باش ترهن، كتفاجأ على أن الدار عامرة وما رجع ليها والو، سنين وهي كتداعى على هاد الفلوس وما رجعتش ليها. خليكم معنا باش تعرفوا القصة ديالها، وكذلك هي كتناشد باش المسؤولين باش تاخد حقها، وفي نفس الوقت باش يعني ناس اخرين يوعاو ويفهموا على انه ما بقاش الوقت ديال النصب والاحتيال، ما بقاش الوقت ديال الثقة، ما بقاش الوقت ديال الوعد بالفم ولا الوعد الشفوي. فدائما كانت شي حاجة تكون كتابية، ان يكون معك واحد الشخص اللي هو مثقف، اللي هو واعي، ماشي قاري. اي واحد قاري وما غادي ما يفهم والو، اللي غادي يشوف ديك الورقة او ديك الوثيقة ويتأكد من السلامة ديالها. اختي عاودي لنا شنو المشكل السلام ديالك. السلام عليكم. انا واحد السيده اللي مشيت في 2010 رهنت واحد الدار. المهم من بعد منين عطيتو الفلوس وتكاتبنا وداك الشيء، كنكتشف بلي ديك الدار ماشي ديالو اصلا، غير كاريها والله العالم. المهم ملي مشيت بحثت انا لقيتها ماشي ديالته. المهم بقى كيجرجرني، درت الدعوه ديال النصب والاحتيال، استدعوه البوليس، جاو رغبوني، قالوا معايا شهر 3 في 2012، يعني شهر 3 ديال 2012 يعطيوني فلوسي. خوه جا، خوه هو اللي ضمنو، عندي الورقه بين خوه ضامنو، الا ما عطلش هو يخلص هو. منين وصلت شهر 3 كنعيط عليهم ما كيجاوبونيش. المهم واحد الوقيته كاع ولاو كيلقاوني في الزنقه، ولا كنجي نهضر مع خوه براسو هددني حدا 60,000، ودايره دعوه، وراه عندي ديك الدعوه راني دايره عليهم محضر في البوليس ديال الملاح. المهم من بعد بقيت يلاه يلاه يلاه، حكمت لي المحكمه بالامر بالاداء. مشيت اسيدي، المهم استدعيتو، كان في الحبس، مشيت استدعيتو في الحبس. منين خرجت سالف عليا دوز، كان في الحبس بسببك ولا بسبب شي؟ لا ما عرفتش، ماشي بسببي انا، ماشي بشي حاجه اخرى. المهم المحامي عيط عليا قال لي غنبلغوه في الحبس، انا ما سولتش، يعني كان مشدود على شي قضيه واحده اخرى. قضيه اخرى ما عرفتش انا علاش. المهم مشيت بلغتو وديت العام القضائي تاع الحبس، بلغتو. منين خرج 8 شهور اللي دوزوا له 6 شهور هذيك، منين خرج سالف عليا وجاب عليا جوج ديال الشهود زور اللي عطاني فلوسي، طلبت المحامي باش يطلي في الحكم ديال هذوك الزور. جاب جوج ديال الشهود بانك خديتي فلوسك والوثيقه اللي بيناتكم كاينه ديالي، انا عندي وثيقتي. المهم مشيت، المهم عاوتاني ردونا، داروا لنا عدم اختصاص، ردونا الابتدائيه، تحكمت ليا نهار 11/11/2015 وحجز واحد الدار في الحاجب. المهم من ديك الوقيته والمحامي، دابا مشكلتي مع المحامي كيجرجرني، نمشي الثلاث، نمشي الاربع، نمشي الخميس، نمشي الجمعه. المهم هذه حياتي، هذه 6 سنين ما تذكرش غير اسماء، وانا كنتجرجر. المهم الاستاذ ديالي ما تذكرش سميتو، ما غاديش نقول سميتو. المهم لا لا ما عليناش، ما عندنا هذا. المهم هذه هي حالتي لحد الساعه، انا مازال كنتجرجر. سيري راه ما كاينش، سيري راه في الحاجب، الملف راه في الحاجب، راه عند فلان، راه عند فلان. انا نمشي، انا دخلت للوكيله، انا راه عند الوكيله، راه هادي صافي. عييت انا، مليت، وانا في دوك الفلوس باش كان باش بان لي الامل غير على دوك الفلوس. انا هزه امي ما كتشوفش، وكنطلب من السلطات، وكنطلب من الناس كلشي اللي لقيت فيهم يشوفوا لي هاد الحل. انا ما عارفاش، ما قارياش، عييت، طرقت جميع الابواب، والو حتى واحد، ولا ودن صغيره، ولا اللي مشيت لعندو نرغبو ولا تيقول لك سيري عند المحامي ديالك. عندك محامي؟ كنقول لهم ايه، تيقول لي المحامي ديالك اللي خصو يتكلف لك بهذا الشيء. شنو هما الحوايج اللي كان خاصهم يديرهم وما داروش؟ ينفد لي هذا سميتو، ولا يعطيني الملف ديالي، ولا المهم خصو يكمل لي هذه الدعوه. الدعوه جرجراتني بزاف، انا غير كنبيع ونشري، بائعه متجوله، ونسولوا عليا اللي بغيتي، انا بائعه متجوله. المهم دابا ما بقيت لا كنمشي نبيع لا والو، داكشي اللي صورته كنضيعو غير في الطوبيسات، كيخليني في الباب المحكمة حتى الوحده جوج ديال النهار، وانت جايه في حالاتي. حتى الماكله ما بقيناش كنعرفوا ناكلوا في خاطرنا، حتى حاجه ما بقات كتهضر، غير لي هكا ولا هكا، يعطيني الملف ديالي يكمل لي الدعوه ديالي. والله هذا صارتني الكبده ديالي، وصلت لي حتى لهنا، عييت. المهم ما كتشوفش بزاف، ما عندناش حنا شي رجال اللي غادي يوقفوا معانا، ولا ما عندناش غير ديالك انت، غادي تموت بالغدا يقبل بقيت شديك شتي هنايا، وهضري هنايا، هاك هضرينا هضرينا، ما كتشوفش بزاف، هاك شتي بنتي غادا تموت بالغدا وبالفقيس، ما كتمشي بنتي من الخمسة الليل حتى الثلاثة الرضا، عاد كتجي تخلغني تخلغني بنتي. حنا غير الوليدات، ما عندنا حب، ما عندنا والو، غير أنا وبنتي والله تبارك وتعالى. وكريم ما كنت كانت غير الدار ديالنا بعدا ما سمعنا، وعطاني خويا ولا حنا في الزنقه، عطانا خوك فين سكننا ولا حنا في الزنقه.
جا 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 عطانا خالي سكننا ملي مشاو ليه دوك الفلوس، عطانا خالي فرنسا وجا عروس عطانا سكننا. ملي جا هو ومراتو قال لامي واش بانيها معايا حوايجكم، حطوا لنا حوايجنا في الزنقه. دابا انا حنا مكرفسين ومدمرين مدمرين. في مره انا دمرت بعقلي، بعدا في ثانيه راني مدمره نفسانيا، عييت. انا دوك الفلوس هما على من البنين الامل، ما عندناش شي حاجه من غيرهم، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندناش شي دخول قار، ما كايناش شي حاجه كاع اللي تدعمنا في هذه الدنيا، ما كايناش. واللي مشيتي عنده تيقول لك المحامي ديالك، قلت له واليا الرجلين كاملين. حاولتي انك تتواصلي مع المحامي وتشرحي ليه لانه خصو يعجل من الملف؟ مشيت عنده انا غير اليوم، غير اليوم، غير اليوم راني كنت داير معايا اليوم باش نمشي. قال لي اجي لي نهار الاثنين، مشيت اليوم الاثنين، قال لي راه ما كاينش، راني خارج. سيري صبري، غادي تقطع دوك الوراق الثاني. انت كي انا دابا غادي ندير الحكم تما وكاين. طيلا فريطه هادشي اللي كاين. المهم كنطلبوا من السلطات يوقفوا معنا والسلام. شحال من عام وانتي عندك هذا المشكل؟ هذا المشكل عندي من 2010. من 2010 الى حدود الساعه؟ من 2010 لحد الساعه. رقم الهاتف ديالك؟ رقم الهاتف ديالي 06 67 61 55 89. 06 67؟ اه 06 67 61. بشويه بشويه. 06 67 61 اه 55 89. ناقص 06 67 61 55 89 رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة أختي كان نوجه النداء ديالي صاحب الجلالة يشوف معايا هادشي، هذا هو النداء ديالي. حاولتي تواصلي مع ناقص؟ حتى أختي شوف هادشي اللي ناصبين عليا هاد الناس، هذا راه ناصب. يا ريت لو كان سلفتهم ليه، يا ريت ويخرجوا معايا ويمشيو لديك الدار ديال المنصور فين فين راهن ليا، ويسول راه ساكنين ناس أخرين تمايا، ومشيت لعندو دوك الناس. حاولتي انك تواصلي مع نقيب المحامين، محامين وتواصلي معاه وتقولي له على ان المحامي كيدير لك المماطله وما داش يعني. لا لا مشيت لعندو شحال من قبل ما يدير لي هذه الدعوه باش غادي تحكم دابا، قبل مشيت لعندو. مشيت لعند النقيب الصراحه، ما حتى واحد زعما عندي النقيب ما رضاش فوجي حتى هو زعما الصراحه وقف معايا. المهم قال لي راه ما يمكنش، دار لي عليه، دار لي عليه هو وسد على المحامي وقال له انت راه خصك السيده شنو شنو. قال له ما كنلقاوش، قال لي يا بنتي شوفي راه ما عندك، ما كتلقايش، ما عندكش شي حاجه اخرى. ولكن انا شفتو غير هاد الايامات واقفين هنايا حدايا، حدايا انا واقفه المزريه، هو واقف وما ساكنش حتى هنايا، هو راه ولد المدينه القديمه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كانت هذه هي شو سميتك؟ انا حليمه. هذه هي القصه او المشكل ديال حليمه من مدينه مكناس اللي تعرضت للنصب والاحتيال، المبلغ ديال 7,160,000 ريال اي 8,000 درهم. اللي كتقول هذوك هما رزقي وراس مالي واللي كانوا عندي، وحنا دابا غير كاينين وعندي امي مراه يعني فاقده البصر بالنسبه ديال 50%، ما بقاش كتشوف، والحاله ضعيفه واقفه العمليه. حنا خرج لكم الحكم، خص غير التنفيذ ياك. خارج الحكم اه، الحكم خارج. انا ما كنعانيش دابا من يعني من القضاه ولا، انا كنعاني من المحامي صافي. خصي يعني المحامي هو اللي موقف لي هادشي. شنو خصو يدير؟ خصو ينفذ ليا داكشي اللي كيقول، خصو يطبقوا عليا صافي، ولا يقول لي راه ما كاين والو، ولا المهم يعطيني شي شيء، غير ما يبقاش يديني ويجيبني يعني. تستاهل تستاهل، غير ما يبقاش يديني ويجيبني. بهذه غنختموا البث المباشر ونتمنوا انه